where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. But I know that I'll be coming, coming home to you. And you know that I'll be driving, driving home to you. محمد أشو من عيت علي ويوسف، من جماعة عيت علي ويوسف، إقليم بولمان، دائرة سلطة الحاج، ديريكتور ديال جيت بو ناصر. الحمد لله كانت فكرة خرجناها للوجود، درنا هذا الجيت هذا على أساس نشجعوا المنطقة على السياحة الجبلية، والناس يجيو لعندنا يعرفوا منطقتنا باش نديوهم يشوفوا أعلى قمة في مويان أطلس اللي هي بو ناصر، ويشوفوا بزاف ديال البلايص. كيف ما قلت لكم، كيف ما جاتنا الفكرة على هاد باش نديرو هاد الوجيت هذا، هاد المأوى السياحي الجبلي، على أساس تعرف بالمنطقة، بالمنطقة شنو فيها، بالتاريخ ديالها، بالمناطق المجاورة، حيت فاش كنهضرو على عيت علي ويوسف كترجع بحال هي السونتر ديال بلايص خرين، ديال الدواور خرين اللي في الجبال، بحال عيت حسان فيها 11 دوار، بحال عيت سيوانت كاينين جوج دواور ديال عيت سيوانت اللي هما كبار عيت سيوانت وفي عيت سيوانت ودا. بزاف ديال الحيت من عهد الاستعمار، وهي هي مقاطعة، هي قيادة من عهد فرنسا، وهي قيادة بحال تقول جات في الوسط ديال المناطق المجاورة في الجبال، وجات في الجهة الغربية، ماشي في الجهة الغربية يا ربي، في الجهة الغربية الشرقية، في الوسط ديال السومي ديال أعلى قمة ديال I will climb, I will soar, I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Bravo. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. كنخلي درنا هاد الجيت هذا باش كيف ما الناس تيعرفوا القمم اللي هما عاليين في بلايص اخرين، حتى حنا علاش لا، عندنا اعلى قمه في الاطلس المتوسط اللي هي بو ناصر، وثاني قمه هي بويبلان في الجهه الغربيه ديال بو ناصر. دونك بو ناصر جا في الجهه الشرقيه ديال الاطلس المتوسط، يعني حتى الاطلس المتوسط في الجهه الشرقيه ديالو كاينه اعلى قمه اللي سميتها بو ناصر، وغادي نشرح لكم شي شويه على السيركوي ديال بو ناصر كيفاش كنخدموه. عندنا كيكونوا الناس كيجي، كاينين الناس اللي كيجيو كنمشيو من هنايا حتى لواحد لافالي سميتها العطشانة، تما كنديرو البيفواك في الخيام ديالنا، والنهار الثاني عاد كنطلعو من الخيام للصومي للقمة، القمة العلوي ديالها 3346 متر، هذا هو العلو ديالها.